تطور صلاح من الناحية العضلية وارتفاع معدل اللياقة البدنية اللي مساعداه إلى حد كبير حتى الآن ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يحميه يا رب، في سرعاته اللي بينطلق فيها حتى بعد فترة العزل. تخيل البعض أن محمد صلاح قد يعود زائدا في الوزن، فوجئنا بيه ما شاء الله، يمكن أنحف كمان من الفترة اللي هي كان قبل العزل والحجر الصحي. ايه الاسباب يعني او الاسرار اللي بيعتمد عليها محمد صلاح عشان توصله لهذا المستوى؟ في الاول بالنسبه لسرعه صلاح، مساله محمد صلاح هي مساله في الاول الجينيه ومن جيناته هو. Ele tem duas coisas. Uma, o centro de gravidade dele é baixo. أول حاجة ele é baixo. أول حاجة مركز الجاذبية بتاعه قصير لأن هو قصير القامة. Por isso ele consegue mudar de direção muito rapidamente. علشان كده هو يقدر يغير الاتجاهات بسرعة. Depois ele é composto por fibras rápidas, a nível muscular, ele é composto por fibras rápidas, é genético, é dele. الألياف العضلية بتساعده على السرعة، دي حاجة في الألياف العضلية بتاعته متعلقة بالجينات. Ele sempre foi rápido, porque eu joguei contra o Salah quando ele estava na Suíça. هو دايما كان سريع لما كان في سويسرا لعبنا قصاده. Eu, quando estava no Sporting pela taça UEFA, fui jogar contra o Salah na Suíça e ele quase ganhou o jogo sozinho porque ele é muito rápido. Ana, lá quando estava no Sporting, nós lábna ضده في كاس الويفا في اوروبا وكان هو سريع جدا في سويسرا لما لعبنا قدام. Pronto, isto é do ponto de vista genético. دي من ناحية الجينية. واكيد طبعا هو بيتمرن اكيد بيتمرن على الامكانيات اللي عنده ديت عشان ينميها اكتر. بالنسبه لمساله الوزن، ان هو رجع انحف من الاول. Ele não veio mais magro do ponto de vista de perca de massa de massa. Ele não veio mais magro de perda de massa gorda. هو ما رجعش انحف لانه خسر من الكثافه الدهنيه. Ele veio foi do ponto de vista muscular. لكن هو رجع انحف من الناحيه العضليه اللي اشتغل عليها اكتر. Porque esta quarentena para os jogadores. لان الحظر دوت او العزل ده بالنسبه للاعبين. Permite que eles tenham o maior cuidado em termos alimentares. بيساعدهم ان هم يبقى عندهم حذر اكتر من ناحية التغذية. Bosni, estás-me a ouvir? Estou, sim, pode continuar. طيب، اروح للسؤال الثاني. انا ما اعرفش هل انت بتسترسل لسه في الاجابه عن الجزئيه المتعلقه بمحمد صلاح، ولا واصل لك صوتي، ولا في مشكله في الصوت؟ سي سي يو ديزيا الكوارنتينا اجودو اوس جادورز دو بونت فيستا دا اليمنتاسيون بوركي ايلز نون بودرون كومي تانتو نو غانيافون بيزو. فهم اتحكموا في نوع التغذيه بتاعتهم، ما قدروش ياكلوا كتير فعشان كده ما زادش وزنهم. Mas também trabalharam mais do ponto de vista muscular. لكن اشتغلوا اكتر من ناحية العضلية كمان. صحيح. طيب، اسالك بقى سؤال متعلق بتوقف النشاط الرياضي في مصر زي معظم دول العالم. يمكن احنا توقفنا من يوم 13 مارس، ومن المفترض بحسب يعني الاستعدادات بتاعتنا انه تكون العودة يوم 15/6، العودة للتدريبات. كم تحتاج الفرق في الدوري المصري من فترة إعداد لاستعادة الأمور مرة أخرى وانطلاق المسابقة واستئنافها من جديد؟ نحتاج فترة إعداد قد إيه انطلاقا من يوم 15/6؟
Há aqui dois pontos que é preciso ter atenção. تين حابب ألفت النظر ليهم؟ O primeiro ponto é que todas as equipas vão começar no mesmo pé de igualdade, vão começar de igual forma, todas pararam ao mesmo tempo. النقطة الأولى إن كل الفرق هتبتدي مع بعض في نفس الوقت وبنفس الحالة لأن هم كلهم توقفوا مع بعض Portanto, في a نفس الوقت. questão aí é igual para todos. فالمسألة متساوية للجميع. Pode sim, continuar. Estás-me a ouvir, Osni? Estou, sim, estou. Entendeste o que eu disse? Sim. Ana Pronto, Samak, tfaddal. portanto, todas as equipas pararam o mesmo tempo, vão partir todas da mesma maneira. فكل فرق وقفوا مع بعض وهيبتدوا كلهم بنفس الأسلوب مع بعض. O segundo ponto النقطة é que, الثانية. no mínimo, todas as equipas vão necessitar de 4 semanas para trabalhar, entre 3 a 4 semanas para trabalhar. إن كل الفرق تحتاج على الأقل من 3 ل 4 أسابيع بشغل. Porque o tempo de paragem é muito grande. لأن وقت التوقف كان كبير جدا. Depois há a questão que as equipas não conseguiram que todos os jogadores em casa treinassem da mesma forma. الفرق ما قدرتش ان كل اللاعبين يتمرنوا بنفس الاسلوب من منازلهم. Porque há jogadores que têm casas grandes e com jardim que puderam treinar lá fora, لان mas há outros que têm apartamentos pequenos. في لاعبين مثلا قاعدين في فيلا الكبيره ليها جنينه يقدروا يجروا فيها صحيح. ويتمرنوا اكتر، وفي لاعبين في شقق مساحتها ما تسمحش لنفس التمرينات. Portanto, o treino em casa não foi igual para todos. فالناحية ديت التمرين في المنزل ما كانش متساوي للجميع. E portanto, o que é mais difícil?